دائما بنقول الوقاية خير من العلاج، دي مقولة معتادة عندنا لكن غالبا ناس كتيرة مش بتعمل بيها. أرجع لضيوف الكرام، وبمناسبة الوقاية والعلاج نتكلم عن أمراض المعدة والأسنان. أكيد في ارتباط شديد زي ما سمعنا من حضراتكم بين أمراض اللثة والأسنان، وكتير رائحة الفم الكريهة. إيه رأي حضرتك وإيه الارتباط وإزاي نحافظ على الاثنين؟ السبب الرئيسي هو أنه الفم هو جزء من الجهاز الهضمي والمعدة جزء من الجهاز الهضمي، فهناك امتداد. إذا كان في مضغ غير سليم بسبب مشاكل بالأسنان واللثة، هذا الشيء رح ينعكس على عملية الهضم بالنهاية طبعا، وعملية الهضم بده يصير فيه تلبكات معينة في الجهاز الهضمي، وممكن تؤدي إلى بعض الأعراض مثل النفخة، مثل الإسهال أو الإمساك أو الأشياء الثانية. إذا كان في عندي مشاكل في الجهاز الهضمي بحد ذاته، خاصة المعدة، مثل تقرحات المعدة أو زيادة الحموضة أو الارتجاع اللي بنسميه ريفلكس ديزيز، كمان هذا ممكن يؤثر بشكل مباشر أو غير مباشر على صحة الفم والأسنان. ومنها مثلا مثل ما حكينا رائحة الفم، حتى الحموضة الزائدة ممكن توصل للفم خاصة بالليل، وهي الحموضة الزائدة بتأثر على اللثة والأسنان. أنا برأيي أنه في ربط كثير مباشر، ومجموعة من الأسئلة لازم تنسأل من قبل الطرفين، من طبيب الأسنان والطبيب العام، للحصول على معلومات واضحة بما يخص هذه المشاكل. جميل.